الاخوه تبارك الله عليكم، كنعتذر بزاف على هذا الغياب هذا، فكنت مريض شي شويه داكشي علاش تقريبا. انا على ما كنلاحظ فكل شيء كان مريض تقريبا في هذه السيمانه هذه. المهم الله يشافي الجميع والله يجعلها مغفره للذنوب. خوتي هذا النهار مع غبت تقريبا يومين، ومع ذلك كنت كنهز التليفون وكنجاوب على عباد الله، يعني مثلا الناس اللي كانوا صيفطوا لي الفلوس باش ما يمشي يخرج بشي كومونتير ولا ما نعرف، ما تقدرش تعرفوا راه بنادم ما كيصبرش. فواخا كنت مريض فكنت كنجاوب على لي كومونتير. المهم الله يشافي وعافي، والموضوع يكمل الموضوع اللي ما عجبوش باش يشوف حاجه اخرى او يمشي يشوف شي فيديو اخر. شنو هي الاجهزه الجديده؟ فراه ديجا ذكرتها، فلحد الان تقريبا تفرج على اربعه ديال الاجهزه اللي جديده. الجهاز اخويا عندي ثقيل. علاش ثقيل؟ انا غادي نعطيكم الحلول كيفاش انكم تخفوا الجهاز. واش الفي اي بي سيرفر ديال الفي اي بي فور ايفر واش كيأثر على السيرفر العادي؟ شنو هي الاجهزه اللي تقدر تخدم الفي اي بي، وشنو هي الاجهزه اللي تقدر تخدم الاس بي 1؟ وغادي نعطيكم الفرق، راه ديجا عطيتكم الفرق ولكن ما دابينا. واش الابولو والفانكام تابع لشركه الكوسات؟ شي خوت يعني في لي كومونتير، فبزاف كنلقى هادشي في التليجرام، كنلقاه في الفيسبوك وكنلقاه في اليوتيوب. فملي كتحط مثلا الاجهزه الجديده اللي خرجت حطيت عليهم، حطيت تسريبات، فمثلا بحال الاخوه في الشركه الايكولانك فكيعطيو كيقول لك ها التسريبات ديال الجهاز الجديد، فكتنوض كتلوحوا هذا، كيدخلوا شي اخوه كيقول لك جهاز فاشل. اولا مازال ما جربوش، ثاني حاجه مازال ما خرج السوق، يعني كتخرج جهاز فاشل. كذلك الاخوه اللي في ستارسات فالحمد لله عطاونا حتى هما الاجهزه اللي غادي يخرجوا تسريبات، فدرنا الاشهار ديالهم. كذلك الاخ اللي خدام مع الشركه الفيزيون قال لي انا غير غادي توصلني الصور، قال لي غادي تكون انت اول واحد اللي غادي تطرح تسريبات ان شاء الله ديال الاجهزه الجديده. فانا غادي نجاوب على هاد الاسئله. فنجاوب على السؤال الاول اللي هو الجهاز ديالي ثقيل وما بغيتوش يبقى ثقيل، فكاين بزاف ديال الاسباب. فذاك النهار كنت طرحت السبب، فناخذوا جهاز يكون صغير، ناخذوا شي جهاز، فمثلا ناخذوا الجهاز ديال فيمتو لايت، حنا نعطيو غير مثال، وغادي ناخذوا معاه واحد الكاميرا في، وغادي نبين لكم. فالجهاز اولا خصكم تتبعوا معايا هاد المراحل اللي غادي نقول لكم. اولا الجهاز فاش تعمروا بملف القنوات فحاول تحيد داك الاقمار، هذه الاولى، النقطه الاولى تحيد الاقمار اللي ما عندك ما دير بها، يعني السعه ديال التخزين ديالو كتكون 6000 قناه، فحاول انك تنقص القنوات باش تخلي لا ميموار فيها لي سباس شي شويه. ثانيا غتمشي للقنوات ديال الراديو وتحيدهم، قنوات الراديو راه ساهل باش تحيدهم، عرف فاش كتمشي كتدخل الفاكتوري ديفو يعني تردوا للحاله ديال المصنع، كيقول لك واش ديليت، يعني من تحت فاكتوري كيقول لك واش ديليت اول كانال ولا ديليت اول راديو، فدير دير ديليت اول راديو. مثلا الشفرات اللي ما عندك ما دير بها اللي ما خدامالكش حيدها، خلي غير الشفرات اللي غادي تحتاج. هذا من جهه يعني باش الذاكره ديال الجهاز، الذاكره ديال الجهاز فكتخففها شي شويه، لان عندهم ذاكره ضعيفه على قد الحال، فحاول انك تخففها. وسيرتو ان الجهاز كيتعامل مع خمسه د الحوايج، كيتعامل مع الباور سبلاي، يعني كيتعامل مع الضوء يعني اللي داخله هكا بالدارجه باش ندخلوها، يعني مع الشاحن يعني كيعطيه الضوء. ثاني حاجه كيتعامل مع الداتا اللي جايه من التبصيل. رابع حاجه كيتعامل مع الداتا اللي كتعطيه الانترنت عن طريق الكلي واي فاي. فاش كدير هنا راك فاش كتطلق انت الواي فاي راه كيولي كيتعامل مع الكلي واي فاي عن طريق الداتا. كذلك كيتعامل مع السيرفر اللي مدمج به واللي اللي كتمكن له انه يتواصل مع الشركه الام باش كتعطيه البيانات باش يفتح داك القنوات المشفره. دونك التشيبسيت او المعالج ديال الجهاز، فلاحظوا خمسه ديال الحوايج اللي كيتعامل معاها. زيد انت فاش كتقبض التيليكوموند وكتبقى، فإلا كتلاحظوا واحد لي ريونه او واحد الاشارات، فهاد الاشارات هادو كتعامل معاهم هاد العوينه. فانت كتطلع كتهبط انت في الهوتبرت، انت في الاسترا، انت في النايلسات شويه، لا ما عجبنيش هادشي في النايلسات كتمشي عاوتاني انت للهيسباسات شويه سير الاسترا 23 ودي الشريف خلينا نتفرجوا خلينا في قناه وحده، لا هاد الفيلم تفرجت له، لا هاد الماتش عيان، لا هادي كذا، ما يعني بنادم ما كيعرفش فاش فاش كيشد شي قناه هذا ما كيعرفش فاش غادي يتفرج، غير داخل والسلام قلب وش قلب طلع وهبط،
يعني في التالي فاش كيدوز واحد 3 سوايع او 2 سوايع كيجي يشوف شنو استافد من داك الاخر. راه انت فاش كتجلس على الجهاز راه هذا دومين ديال الترفيه، راه ماشي دومين ديال الاعصاب ولا دومين، راه اصلا دومين ديال الترفيه. يعني انت كتدخل باش ترفع على راسك، لانك واحد 6 سوايع او 8 سوايع راك انت كنتي خدام، يعني كتجي للدار باش ترتاح، يعني باش تفرج في هذه الاجهزه باش كترفع عليك. كذلك التليفون فاش كتهزو كتبغي تشوف فيديوهات او هذا، راه كتشوفو اولا يا باش تعلم يا باش ترفع على راسك يا باش دي ستريس كما كيقولوا، تحيد داك ستريس ديال الخدمه. دونك الجهاز حاولوا ما امكن كما قلت لكم النقطه الاولى، حيدوا الاقمار اللي ما عندكم ما ديروا بها، حيدوا ملف ديال الراديويات، راني صورت لكم، راني قلت لكم كيفاش. ثاني حاجه حيد الشفرات اللي ما عندك ما دير بها، وحاول ما امكن ان الكلي وي فيت بعدها بواحد الكابل اللي سميتو ميل فوميل، يعني فيه الميل يعني اللي كيتخشى هنا الذكر اللي كيدار هنا، وكتبقى هاد فوميل هذا كدير فيها كلي وي في. فهاد الكابل هذا انت فاش كتشد كلي وي في، فالكابل راه طويل شي شويه تقريبا فيه شي 2 متر، انت فاش كدير كلي وي في هنا كتوقع واحد السخونيه، لان هنا تبادل المعلومات وتبادل الداتا ما بين الجهاز والكلي وي في اللي كتجبد لك الانترنت وكتعطي الجهاز انه يقراها. فبطبيعه الحال هادشي كيتعامل بواحد اللغه ديال بلا لونغ بينير، يعني هي سهله باش نفسر لكم ولكن غادي نخليوها في موضوع اخر. وزيد كيتعامل مع الداتا اللي جايه من الاشاره ديال الصحن، يعني راه المعالج راه كيسخن وهاد البلاصه هادي كتسخن، فكتسخونيه كتاثر ديما السخونيه كتاثر على الاجهزه الالكترونيه. فحاولوا ما امكن انكم تبعدوا على الكلي وي في ديما بهاد القضيه ديال الكابل ديال البور فوميل يو اس بي، صافي ميل فوميل يو اس بي. حاولوا تبعدوا غادي تلقاو، غتلقاو واحد الفرق كبير، غتلقاو فرق كبير ما بين، وحاول من داك تطلعوا لابوط. هذا بالنسبه للسؤال الاول. وتخلي الاقمار اللي غادي تحتاج، واش الفي اي بي كياثر على الفوريفر اللي جاي مدمج بالجهاز؟ لا ما كياثرش عليه، الفي اي بي مستقل تماما على الفوريفر العادي. فالفوريفر العادي اللي كيفتح لك الاقمار ديال الاسترا والهوتبورد والهيسباسات ويعني واقمار وحده اخرى، فالفي اي بي خرج باش يفتح لك القنوات الرياضيه اللي كاينه في المايلسات، وخرج باش يفتح لك القنوات الترفيهيه اللي كاينه في البدرسات. انا هذا الشيء اللي شفت في السياسه ديال الفريق ديال الكوسات، فالفي اي بي مستقل تماما على السيرفر ديال الفوريفر. شنو هي الاجهزه اللي كتفتح الاخر؟ غنخلي هذا موضوع بوحدو لان باش ما يطولش هذا الموضوع، لان شفتو طول شي شويه. الابولو والفانكام واش تابع للشركه ديال الكوسات؟ نعم تابع للشركه ديال الكوسات. عندك الفوريفر والفوريفر برو والفي اي بي والاس بي 1، وعندك الفانكام، وعندك نقدر نقول لكم حتى الانشير، يعني 100% لانه مادام فتح يعني فتح القنوات ديال القنوات ديال الباقه البنفسجيه في المايلسات وهذا، فكنظن بانه تابع للشركه ديال الكوسات. فعندكم الفانكا، وعندكم الابولو، وعندكم الجي شاير، وعندكم الفوريفر، وعندكم الانشير، هادو بخمسه بهم يعني تابعين للشركه ديال الكوسات. الناس اللي كنحطوا الاجهزه الجديده، مثلا حطيت الاشهار ديال الزين 4K، هذا الجهاز الجديد 4K، والجهاز ديال الستارسات 7075 اللي غادي يخرج جديد، والستارسات 7071 اللي حاملين بجوج بثلاثه بهم السيرفر ديال الفوريفر. الفيزيون واحد اليومين وغادي تلقاو خرجوا جهاز جديد، وغادي الحمد لله غادي نكونوا اول واحد غادي يحط جديد ديال الفيزيون بفضل الاخوه التقنيين اللي مع الشركه. واخ انت ملي كنحط هذا الاشهار ديال الاجهزه، سواء دابا انا حطيت مثلا الزين 4 وحطيت مثلا ستارسات 7075 مثلا، غير نفترض هادو معالجات جي اكس 6605 اس، هادو المعالجات ديالهم، يعني معالجات ما بياش. انت فاش غادي تجي وغادي تقول لي جهاز فاشل مازال ما جربتيش، فاش كتشدو كتلقى انت هذاك بعدا اللي كيقول جهاز فاشل، كتلقى اول واحد كيشري جهاز واول واحد خدام بداك الاجهزه، وكيقول لك جهاز غالي. انا غادي نعطيكم واحد الحاجه اللي ما كتلاحظوهاش نتوما، فالشارجور لنفترض ان الشركه انت مول الشركه، فالشارجور انت كيطيح لك ب 25 درهم، كتجي للعوينه كطيح لك ب 20 درهم، كتجي الجهاز ما بين الكارت مير وما بين هذا اللومبالاج هذا كطيح لك تقريبا نقدر نقول لكم
يعني نقولوا داك 120، ماشي 120 درهم، تقريبا 70 درهم. نجيو للكادر، هذا الكادر دميكا عندكم يتحط لكم، راه كيلقاوه فابور، هذا الكادر حتى هو كيتصنع، نقدر نقول لكم كيطيح ب 20 درهم. نجي للسيرفرات المدمجه، السيرفرات المدمجه نقولوا السيرفر اللي كيتعطى لك 12 شهر طايح عليهم ب 50 درهم. زيد الاي بيات، كيعطيوك عامين ديال الاي بيات، كيعطيك الاول والجوج والاخر فيه 3 شهور، يعني الاول ب 50 درهم، الثاني ب 50 درهم، الاخر نقولوا ب 10 دراهم. الا جيتي تجي المجموع راه تقريبا الجهاز، الجهاز حنا كنهضروا على هاد السيرفرات اللي خرجوا جداد ديال مثلا الزين 4، وكنهضروا على ستار سات 70 75، راه الجهاز فاش جيت جمعت هاد التكلفه هادي، يعني الاسئله ما حطيتيه، فاش جمعت هاد التكلفه ديال مثلا الشارجور، وجمعت العين والمعالج، يعني المعالج وداك البياس اللي كالديودات واللي سيركوي وسميتو، يعني بزاف ديال الامور ما غاديش ندخل فيها، يعني تجي تجمعها كطيح لك ب 50 درهم، زيد الكادر ب 20 درهم، زيد السيرفرات اللي كيجيو معاه مدمجين، اعطيها 50، اعطيها انت غير 40 درهم، 40 درهم، فجيت جيت المجموع هنا لقيت 250 درهم. كتجي الشركه كتدي في كل، وبلاتي بلاتي بلاتي مازال ما الشركه راه كاينه مثلا في الهند، حنا نفترضوا راه كاينه في الهند، يعني باش تجي تشحن داك الاجهزه الصين، من الصين او من الهند، حنا نعطيو جوج دول لان كل شركه وفين كتصنع، باش تجي تهز الاجهزه ديالها وتوصلها لك للمغرب او الجزائر او تونس او مصر او شي دوله، راه كتسمى واحد القضيه سميتها الشحن، يعني كتشد هذاك الشحن والتفريغ، راه كاين ناس راه خدامه، ناس خدامه كينزلوا داك السله، لنفترض الات كتهز داك الثقول، داك الحاويات الكبار كتهزهم الات، ولكن فاش كيجيو يتفرغوا راه انسان، هذاك الانسان دير له انت 100 درهم كل واحد اللي كي، يعني غير في التفريغ، يعني غير في الشحن وفي التفريغ راه ما هي مالونه، في الثاني انت كيوصلك الجهاز 250 درهم، وكتجي وكتقول واحد الجمله بسيطه انت عندك كتخرجها في الثانيه، جهاز فاشل، ما انا بعدا ما كنخرج السيرفرات وكيبقى فيا الحال، انا ما كنصنع، ما عمر انا يعني قلت لشي شركه جهاز فاشل، حشومه كاع عيب وعراه، تقدر تقول اودي فيه هاد العيوب، فيه هاد السلبيات، ولكن باش تجي وتخرج جمله في ثانيه وتهدم صناعه دامت المده ديال 3 شهور او شهرين، وزيت الشحن والتفريغ دامت لمده 15 يوم او 10 ايام، دير في الكاميون نزل من هذا، ودير في الباطون نزل من هنا، وطاح هذا الكرتون وهذا تفزق وهذا وقع له هذه، والله يستر الا وقعت شي حاجه، تجي كتخرج بجمله واحده جهاز فاشل، شاد الاسلوب، شاد يعني كنلقاه بزاف، لا في التليجرام لا في الفيسبوك لا في اليوتيوب، مالك اوليدي على هذه الجمله هذه جهاز فاشل، زعما انت صنع لي اخويا غير بريز، انت صنع لي غير هذا الكابل هذا، فيلم فيميل ميل، يعني حتى الهضره ما كتخليوناش نخرجوها، خرج لي اخويا انا غير هذا الكابل هذا، الله يرحم الوالدين، صنعوا لي هذا الكابل هذا، صنعوا لي اخويا انا، صنع لي غير هذا الستيلو هذا، هذا الستيلو هذا صنعوا لي، دير لي فيه المداد ودير لي فيه الكادر كيوصلك بدرهم، وما هنا الستيلو، الستيلو فاشل، حنا دابا كلشي غادي نمشيو بهذه الجمله ديال الفاشل، يعني بنادم شويه ترقى بالجمل ديالو، والشركه خاصه، انا ما كندافعش الشركات غير باش نكون واقعيين، ما كندافعش على الشركات، ولكن داك الجمله كتحطم، قول كاين سلبيات، كاين كذا، وبنادم كيمشي كيشري جهاز رسمي وكيوقع في مشاكل، جهاز رسمي من يعني من الشركه الام، مثلا بحال القنوات البنفسجيه او القنوات الفرنسيه او القنوات الالمانيه، راه الناس ديال الالمان راه قال لك جاهم الارتفاعات هذا العام، هذا جاهم داك الشيء غالي، يعني في الشركات ديال سكاي دوتشلاند، جا انت الاس بي 1 فرقع لك القنوات الالمانيه وحطها لك في واحد الاجهزه، وهذا راه من بعد غتولي تعمم وتجي انت تقول لهم عمل فاشل، يعني ما كتصنع ما كتنتجش كتسد فمك، حتى الا جيتي تعقب عقب واحد الجمله اللي تكون اللي يكون المستوى ديالها راقي ماشي المستوى ديالها هابط. هادو هما الاسئله، من بعد نخلي الاجوبه على الاسئله الاخرى، تبارك الله عليكم.